يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. هذا مر بنا في أول كلام الشيخ. نعم. يقول: هل هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام أم أن خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أم أن الملائكة تبلغ السلام لكل متوفى؟ لم يثبت هذا، إحنا ما نقول إلا بالشيء الذي ورد، وهذا ورد في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.